باتريا سوسياليتا مارتي. نال مرض السرطان من الرجل العنيد هوغو تشافيز الذي وصف بالشخصية الاستثنائية وبالقائد الذي فرض موقعه من بين القادة الأكثر تأثيرا في أمريكا اللاتينية. رئيس فنزويلا 53 ولد عام 54 في ولاية بارينس في الجنوب الغربي لفنزويلا، حيث نشأ في أسرة متواضعة والتحق في العام 70 بالأكاديمية العسكرية لكاراكاس. في العام 92 ترأس حركة الضباط الشباب للقوات المسلحة ليعلن تمرده على نظام اجتماعي وسياسي كان ينخره الظلم والفساد، لكن محاولته للانقلاب فشلت فدخل السجن لعامين، ومن السجن كان يدعو المواطنين إلى التمرد على النظام والنزول إلى الشارع، وما إن استرجع حريته حتى أسس حزبا سياسيا يدعى الحركة من أجل الجمهورية الخامسة، وعلى رأس هذا الحزب استطاع في العام 98 أن يصل إلى رئاسة الجمهورية عن طريق انتخابات حصد فيها 56% من الأصوات. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución. وقد كان شعاره أثناء الحملة الانتخابية أنا طاعون الأوليغارشية المتسلطة وبطل الفقراء، والأوليغارشية تعني هنا حكم الأقلية ذات الامتيازات والتي تمص دم الشعب. ومن ولاية رئاسية إلى أخرى راح تشافيز يبلور فكرته التي تقترح حلا ثالثا بين الشيوعية غير الواقعية والرأسمالية الوحشية كما يقول، محاولا إحداث تصحيح في بلد يضم الكثير من المحرومين رغم طاقات بترولية وصناعية كبيرة يزخر بها. حظي الرئيس الفنزويلي صاحب الشخصية المؤثرة والذي يعتبر نفسه جندي الشعب بتأييد واسع في بلد يضم أكثر من 80% فقراء من أصل 24 مليون نسمة. لتشافيز مواقف غير تقليدية على صعيد السياسة الخارجية وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، فبعد العدوان على غزة عام 2009 طرد السفير الإسرائيلي من بلاده وسحب السفير الفنزويلي من إسرائيل، كما طبع سياسته الخارجية عداء صريح للولايات المتحدة التي يتهمها بالهيمنة على أمريكا اللاتينية وبمحاولة السيطرة على ثرواتها النفطية. ومن أقواله ينبغي جر الرئيس الإسرائيلي إلى محكمة دولية ومعه الرئيس الأمريكي لو كان لهذا العالم ضمير حي.